الخدمات الإلكترونية بجامعة دمنهور. الكرنيه الجامعي الموحد. يحتوي الكرنيه الجامعي الموحد على البيانات الشخصية للطالب، كود الطالب، الإيميل الجامعي، الباركود. يتيح الكرنيه الجامعي الدخول الآمن للحرم الجامعي والتحقق من هوية الطالب. وعلى عكس الطرق التقليدية في أخذ الغياب للطلاب والتي تستهلك الكثير من الوقت، يساعد الكرنيه الجامعي في تيسير واختصار وقت أخذ الغياب والحفاظ على وقت الدروس العملية. ويتم أيضا استخدام الكرنيه الجامعي في المكتبة لتسجيل أسماء المترددين على المكتبة وحصر عمليات الاستعارة الخارجية بكل سهولة. مع تحيات فريق وحدة إدارة المشروعات بجامعة دمنهور.